السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثالث من أساسيات التصميم الداخلي. واحد، لو شقتك مكشوفة للجيران ما تنساش تركب ستاير بلاك أوت اللي هي مش شفافة. 2، دهانات السبونج مش أحلى حاجة في الدنيا. 3، ورق الحائط 3D جميل جدا بس ما تكترش منه. 4، الستاير اللي هتختارها حماتك دي بطلت من 120 سنة. 5، ودي الأخيرة، أكتر 3 حاجات لازم تاخد بالك منهم: الكهرباء والسباكة والعزل الجيد.